بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرو لينكس. معكم عبد المجيب. اصبروا ايوه اليوم من زاويه جديده لسبب بسيط اني يعني عشان المهم ايه اليوم بتكمل دوره الشيل سكريبتنج. انتم فهمتوا السبب؟ انا ما فهمت صراحه. طبعا في الشيل سكريبتنج اخر فيديو سويناه 37 كان في 2014 شهر 6. انا خجلان من نفسي قبل سنتين. المهم طبعا اخر فيديو راجعته وشفته كنا وقفنا عند الفور. اوكي تكرار فور. طبعا تكرار فور شو الدرس اللي راح تفهمون عشان مقصود التكرار. اليوم بنكمل بقيه الاشياء لازم نتكلم عنها في التكرار فور. ماشي الفور لوب. ماشي زي ما قلت لكم الدرس اللي راح في فور وفي وايل. بتكلم عن الفور لحد ما خلص الفور وبعدين بنتكلم عن الوايل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من راح هذا؟ هذه طرفيتنا في طرفيتنا. اوكي حلو هذه الطرفيه. طيب زي ما قلت لكم في الدرس اللي راح فورم كنا نعمل فيه اشياء كثيره. اول شيء خلونا نسوي مجلد جديد نسميه تمب. يا سلام ار ام ار اف تمب. اه على كيفك. مقدر نسوي واحد جديد اسمه تمب عشان خلصنا من نمسحه سي دي تمب. وبعدين بنسوي ملف جديد. طبعا محرر نانو راح استخدم مثل الدروس اللي راحت. راح اسمي هذا فور لوب تشيل عشان نتعلم فيه الفور. طبعا كالعاده عشان تبدا لازم تكتب بن باش فوق. شرحت كثير ليش نكتبه. طيب في الدروس الماضيه او في الدرس الماضي تكلمت عن اشياء بسيطه من كيف تقدر تخلي الفور يصير وكيف تسوي اساين الفاريبل. الحين بعطي امثله ماشي على الفور وكيف نقدر نستخدم الفور باشياء ثانيه كثيره. معليش عندي حكه هنا. اوكي الفور طبعا ابو شيء مستخدم ديكلير الاري. بنجرب كيف نقدر نسوي مصفوفه وبعدين كيف نطلع المصفوفه الموجوده في المصفوف هذه بناء على الاري. ماشي طبعا بنكتب المصفوفه كتابه. لذلك اول حاجه راح نسويها بسم الله الرحيم راح اكتب ديكلير الاري وبعدين راح اسمي الاري مثلا ديستروز توزيعات وبعدين راح نكتب اسماء التوزيعات طبعا تساوي بعدين راح تحط على الاقواس وبعدين راح تكتب اسماء التوزيعات اللي تبيهم مثلا ديبيان عندنا مثلا ارش لينكس عندنا مثلا اخيرا وليس اخرا. وش قاعد اسوي انا هذا البي اتش بي. طيب اصبروا عليش يا جماعه ترى انا خربط بين اللغتين. المهم وبعدين في النهايه راح نكتب مثلا لينكس مينت. اوكي اوكي الان كيف اقدر اسوي زي ما تقول سرد اوكي او اسوي فور لوب اخليه يجيب لي كل المعطيات او كل الموجود العناصر هذه اللي شو اسمها هي الاري. طبعا راح اكتب فور. طبعا راح اكتب الحين المتغير اللي راح نسوي له ربط او اساين مع كل اندكس موجود في الاري. ماشي يعني في مره ديبيان مره ارتش كل مره اسوي لوب. اوكي اوكي راح نسمي مثلا فار. اوكي لا خلينا نسمي مثلا ديست بالشكل هذا. اوكي طبعا هذا المتغير راح كل مره راح يصير له اسم. اوكي وبعدين ان في الاري. الاري علشان اطلع الاري لازم احط علامات التنصيص بعدين احط علامه الدولار احط قوس كبيره وبعدين نجي نكتب ايش اسم ها المتغير عفوا اسم الاري وبعدين نحط الاقواس عشان نحط الاندكس ونحط علامه الات. ايش معنى الكلام هذا؟ الكلام هذا معناته انه جميع عناصر الاري راح تكون موجوده الان في هذا المتغير. في كل مره راح اطبع واحد. اوكي طبعا هنا نقدر نحط الرقم ولكن انا بحط ات عشان اجيب كل المتغيرات وبعدين راح اقول ايش راح اقول له ايكو. اوكي تيست يعني اطبع الديسترو هذه عفوا لازم اكتب دو وبعدين اكتب خلونا نسوي نظيفين شوي دو ايكو تيست وبعدين نجي نكتب دون. ايش بسوي الحين؟ كل واحد من ديبيان ارت لينكس مينت راح امشي عليه واحده واحده واحده. طيب طيب بسم الله راح اعطي عناصر طبعا راح اعطيه تصريح تشغيل فور لوب وبعدين راح نشغل الفور لوب. ماذا حدث؟ نانو فور ديست ايكو لحظه ديست سبيلينج ذا مشكله يا جماعه كاتب دستور هنا انا هو ديسترو. الله السياسه لعبت بنا يا ناس. يا سلام الى الحين فور ديس برضو 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 سبيلنج خاطئ فور ديس ترو. اوكي كذا صح ماشي زي ما انتم شايفين الري مشت معي صح طبعا واحد واحد. هذا مجرد مثال. الحين بشوف كيف هل ممكن اساسا اسوي فور كوماند يعني اني انفذ كوماند واحد ورا الثاني. انا نسيت احط جوالي بوضع الطيران خليني احطه بوضع الطيران عشان ما يقعد يرن الحين. ايش بسوي؟ بسوي فور وبخلي كل مره انفذ امر ماشي. طبعا احنا عارفين ممكن نسوي الاوامر بطريقه ثانيه بس نحطهم تحت بعض وخلاص. بس بنشوف كيف نقدر ننفذ الاوامر بالفور ماشي ماشي.
راح نجي الحين الشغلنا هذا اللي تو سويناه. طبعا خلونا نمسحه نبدأ جديد. طبعا ترى سهلة جدا. راح نكتب الحين يا عزيزي for command n, واكتب الكوماند اللي تبي date مثلا pwd. ايش عندنا بعد؟ ما بيكتب اشياء حساسة عشان ls. اوكي وبعدين راح نجي نكتب do. ماشي وبعدين نكتب command. ايش راح يسوي هنا؟ راح يسوي تنفيذ الامر done. اوكي save. زي ما انتم شايفين نفذ الاوامر, اعطانا التاريخ, بعدين اعطانا الديركتوري اللي موجود عليه, وبعدين قام سوى ls للملفات اللي موجوده الحين. نايس. طيب ندخل على نانو مره ثانيه, نجي نمسح ونحط نجرب حاجه ثانيه. الحين نسوي list of commands, خلونا نسوي حاجه ثانيه. طبعا انا كاتب امثله هنا عشان امشي معكم واحده واحده. طيب حلو حلو حلو, في عندي حاجه جميله جدا. في حاجه ممكن احنا نستخدم كيف نسوي list مثلا الملفات موجوده في متغير معين عندنا كاتبينه. طيب عندنا الحين المتغير نسميه مثلا فايل. اوكي او فايلز. فايلز بالشكل هذا. الفايلز عباره عن ملفات موجوده في السيستم. اوكي ابى اتاكد هي موجوده ولا ما موجوده. الفايل الاول اللي هو etc مثلا password, طبعا هذا اكيد موجود. etc مثلا group برضه موجود. عندنا زي مثلا etc shadow, هذا برضه موجود. لكن بنفتي اللي بيطلع معنا شيء اسمه مثلا جي اس مثلا دي شادو كذا مثلا, مضبوط. هذا الملف غير موجود. ايش بسوي؟ بسوي فور لوب وبقول له شيك لي الملفات اللي موجوده, قل لي موجوده, اللي موجود قل لي مو موجود. اوكي اوكي. طيب راح نكتب فور, طبعا اف كفايل, او نكتب فور فايل ان فايلز. اوكي اوكي. بعدين راح نكتب دو. راح نجي الحين الامر قديم جدا استخدمناه قبل. اوكي اللي هو اذا كان الملف موجود او مو موجود كيف نقدر نحدده. عشان نقدر نحدد الملفات راح نجي كالتالي do. نسمع مرحين not found all found do not found. لحظة خلونا نتأكد من الكوماند. طيب do راح نجي احنا نكتب يا عزيزي بسم الله الاقوايس عشان نتأكد. اوكي ناقص اف, اذا نكتب ناقص اف ونحط اسم ملف هنا ايش بصير؟ هنا الملف هذا بيسوي امر شرطي بيقول لك الملف موجود ولا مو موجود. ماشي فاقول له ناقص اف فايل. وش بسوي هنا؟ بقول له اذا كان الملف هذا موجود ناقص اف. اوكي اكزيستس يعني. اوكي اند 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 معناته اذا كان الامر السابق صحيح. هنا بتاكد انا اذا كان الكلام السابق صحيح يعني الملف موجود, قل ايكو مثلا فايل فايل هذا. لا خلينا نقول مثلا شو اسمه نكتب الله اكبر اضرب المغرب, نكتب باست وبعدين نكتب فايل. حلو ايش اسوي هنا؟ بقول له انه حطي بين قوسين باست يعني نجح انه هذا الملف موجود. لكن مو موجود نحط او. اوكي نجي نكتب ايكو مثلا فيلد بالشكل هذا. طبعا لازم نحط علامات التنصيص تنسونا. وبعدين نكتب الفايل هنا. طيب وبعدين خلاص خلاص نجي نكتب هنا الحين دان دان. اوكي اللي صار الحين وشو بيسوي؟ هو فور وبيسوي دوران على كل ملف وبيتاكد لي هل الملفات هذه موجوده ولا لا. تينك زي ما انت شايف باست 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 الاخير هذا فيلد. ليش؟ لانه ملف مو موجود. طبعا انت بذكائك الخاص انت اكيد بتسوي شغل زي هذا, ما له داعي انك تحط باست 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 فيلد. انت تبحث عن الملف الغير موجود صح؟ صح. لذلك انت ممكن تجي وتلغي الموضوع هذا كامل. اوكي تلغي هذه بس تقول له اذا كان مو موجود قل لي فيلد. ايش بيسوي الحين؟ بيطلع لك ملفات غير موجوده فقط. ماشي احسن لك عشان تصحح السيستم عندك لو كان في مشكله في السيستم طبعا. اوكي ايش بقى عندنا؟ عندنا اعزائنا اوكي عندنا حاجه جميله جدا. احنا نقدر نسوي لسته ملفات معينه او نسوي كوماند. طبعا تعرفون الكوماند زي ls مثلا. ls يعطيك ويرجع لك مصفوفه ملفات كثيره مو خذهم اوتبوت كثير. انت تقدر بالاوتبوت هذا تمشي عليه واحد واحد باللوب. وشلون؟ طيب شلون؟ نكتب نانو وبعدين ندخل على الملف مره ثانيه, نمسح اللي كتبناه هذا كامل عشان تمسح اللي انت كتبت. طيب تن 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 تن. طبعا احنا مش بنسوي الحين, احنا بنتحكم مخرجات الملفات او مخرجات الاوامر. راح نجي الحين نسوي لنا يا عزيزي فور اف فايل, او نكتب فور فايل ان. وبعدين لاحظ كيف تكتب كيف تكتب الكوماند عشان تقدر تستخدمه بطريقه, او عشان تقدر تستخدم الاوتبوتس حقت الكوماند لازم تكتب بالطريقه هذه. علامه الدولار بعدين تكتب ال اس اي تي سي مثلا وبعدين تسكر القوس.
اوكي اوكي طبعا انا ما بيسوي كذا لانه كذا بيسوي لي حاجه ثانيه. انا بيعطيني كل الملفات اللي موجود داخل هذا الملف. طبعا ممكن اسوي حاجه ثانيه اكتب كونف عشان اعطي ملفات الكونف فقط, بس انا بيجيبهم كلهم. تدري يخلونا نحط كونف عشان ملفات بتصير طويله. طيب وش بسوي؟ بقول لك فور فايل ان البتاعه هذه. وش بسوي الحين؟ بكتب ايكو دو ايكو فايل دان. اوكي اوكي طيب مين زي ما انتم شايفين الحين قاعد يدور على المخرجات واحد واحد ددددد جاب كل ملفات الكونف اللي عندي. الان تقدر انت في كل مره تحقق او يعني في كل في كل في كل فور بالمنطقه هذه في الدو تقدر تسوي شيء معين براسك. تقدر تسوي امر شرطي, تقدر تسوي اي بطيخ هنا بالمنطقه هذه. يعني افترض انه قال لك اذا لقيت الملف اللي اسمه شادو وقف هنا ووقف كل الليله, تحط اكزت وتطلع. ممكن تسوي اللي تبي. طيب عندنا برضو الرينجز, كيف نقدر نستخدم الرينجز. الرينجز اللي هو كيف تقدر تحط رينج. يقول مثلا خل التكرار يبدا من واحد يوقف عند 10 مثلا. اوكي وهذا ايضا امر بسيط. راح نكتب الحين كالاتي وشو اي راح نكتب فور. طبعا بنسوي حاجه قبل. اوكي بنسوي ايش رايكم نسوي خلي السكريبت يتعامل مع الناس, يتكلم معهم. انت قبل استخدمنا انه كيف نقدر نكتب بالكيبورد وناخذ المعطيات اللي موجود بالكيبورد نقدر نستخدمها, صح؟ صح. هذا ودي اسويه معكم. طبعا لو ما تبي تقدر انك ما تسوي, بس انا ودي اسويه عشان بتشوف انه الفور ممكن تخلي ايضا يوصل مراحل اكبر من كذا لو تبي. طيب راح نجي الحين نقول بسم الله. ايش هذا؟ ايوه راح نجي نكتب ان يساوي دولار واحد. هذا المدخل الاول راح يدخله اليوزر. اوكي ليش بسوي كذا؟ بتاكد هل الشخص ادخل مدخل ولا لا. اذا ما ادخل او ما كتب رقم بقول له خطا وراح ادخل اكتب رقم. ماشي. طبعا راح اقول له الحين اف بيج هاش دولار اللي هو المدخل او عفوا دولار هاش اوكي ايكوالز 0 اوب اي كيو 0. اوكي اذا كان يساوي 0 يعني ما دخل شيء يا رجال. اوكي اطبع له الرساله هذه بليز انبوت اي نمبر. اوكي او ممكن تحطوا رساله استخدام اللي تبي وبعدين نقول له اكزيت 1 مثلا عشان نطلع. وبعدين ايش بسوي الحين؟ خلاص بنوقف. هذا وش بسوي الحين؟ بقول له اذا انت يا المستخدم جيت وحطيت شغلت هذا السكريبت بدون ما تحط امر راح اطلع. خلي اتاكد الوضع تمام ولا مو مطلوب تمام. لاحظ انه انكسبكتد اند اصبر اف لازم تكتب فاي هنا. طيب يا سلام اف اي لازم اكتب ذن يا شيخ دينك. معليش ترى تعرفون بي اتش بي الحين براسي وعندي اشياء كثير مخربطه. الان قلت له طبعا لاني ما حطيت رقم بس حطيت 2 هنا راح يسكت او حطيت 3. اوكي طيب راح اجي الحين اسوي الفور لوب حقي. لاحظ اني الحين بسوي رينج. بقول له مثلا خذ الرقم هذا واضربه او زود عليه 10 مرات مثلا. برضه هذه سهله. ممكن نجي تحت هنا نكتبه. خلونا نطلع هذا فوق كله. نجي نكتب الفور الحين. راح نجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتم عارفين الدولار 1 يعني المدخل الاول. راح نجي نكتب بسم الله فور اي اوكي او تبي تكتب مثلا فور فار اللي تبي متغير ان بعدين تحط علامات بريسرز كبيره وبعدين تكتب واحد حلو بريسرز دي براكتس تمام وبعدين تقول نقطه نقطه 10. ايش بسوي هنا؟ يقول لك بكرر 10 مرات وبوقف. بمشي 10 مرات. اوكي اوكي طيب هذا رينج من 1 الى 10. طيب راح نجي نكتب دو. ايش بسوي الحين؟ تذكرون العمليات الحسابيه اللي كنا نسويها بين اقواس؟ خلينا نجرب الحين ايكو. راح نقول له الفار ماشي. طبعا عفوا راح نقول له النمبر هذا اللي كتبناه قبل اللي هو الان لان احنا سوينا فوق نحطينا ان. ايوه هذا ان. قلنا ان يساوي المدخل الاول. راح نقول له ان يا زلام يا زلام في فار يعني اضرب هذا الرقم في هذا. اوكي يساوي لو هذه العمليه في هذه. طبعا هذه العمليه مو عمليه حسابيه, انا بس اسوي لك ايكو اقول لك مثلا واحد في واحد يساوي. الحين نكتب العمليه الحسابيه. اذا تتذكرون كانت علامه دولار قوسين وبعدين نجي نسوي العمليه الحسابيه داخله. راح نقول ان في بار ماشي بالشكل هذا. واضح؟ واضح. نجي هنا نكتب دن. اذا امورنا طيبه فاوكي زالت العمليه الحسابيه. فزي انتم شايفين 10 مرات سوينا رينج من 1 الى 10. كل مره
سوي عمليه حسابيه مثلا 2 في 1 2 2 طب هي ترى مجرد مثال مو لازم تسوي حاسبه، ممكن تسوي بالرينج اي شيء تبيه اوكي، ممكن بالرينج تستعبط وتسوي بلاوي متقدمه، ممكن تسوي نستد فور نستد فور شوف نستد فور الحين. طيب طبعا خلصنا من الرينج، الحين راح نشوف كيف نسوي ايش بقى، بنسوي النستد فور. النستد فور هو كيف تسوي فور داخل فور اوكي. ايش الفائده من هذه؟ انك تقدر يعني عندك فور اوكي تكرار داخل هذا الفور، ممكن تحط فور ثاني. وايش الفائده؟ الفائده انك يعني تتعمق هذا يسمى النستد فور، تتعمق بالتكرار. يعني مثلا على سبيل المثال سوي لي مثلا فور داخل المجلدات، وسوي لي فور على كل مجلد، تصير ترى في كل فور بدخل بوسط المجلد وسوي فور 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 فور، يعني طلع كل الليستات او طلع كل لستة الملفات الموجودة طبعا على مستوى واحد من المجلدات. هذا مثال. وبرضه أوريكم حاجة انه كيف نقدر نسوي فور بطريقة مختلفة، انه نقول مثلا كرر فور 5 مرات ووقف، او كرر 10 مرات ووقف، مو بزي هذه الرينج قلنا 10 مرات، لكن احنا بنسوي حاجة طريقة ثانية الحين انه كيف نقدر نحط متغير ايضا قابل للزيادة انكريسمنت. طبعا اللي يستخدمون البي اتش بي او مبرمجين البي اتش بي، الامر اللي بكتبه بعد شوي هذا جدا مألوف بالنسبة لمبرمجين البي اتش بي، اعتقد انه ماخذ من السي، لان السي اعتقد فيها نفس الشيء. يا بن باش طبعا اوكي. اللي راح نسوي زي ما قلت لكم، راح نسوي الحين فور لو، بس هالمرة بنسوي ايش؟ شغل مخك معي، نكتب فور مثلا اي اوكي تساوي 1. الحين اول سويناه قلنا عندنا متغير اسمه 1، هذا المتغير اذا كان اي اصغر من او يساوي 5 اوكي ايش بتسوي؟ زود على الاي رقم 1، بنقول له زود كذا. اعيد من جديد، سوينا متغير اسمه 1 اي، اعطينا رقم 1 وقلنا له في حال ان هذا الاي لسه اصغر من 5 او يساوي 5، يعني إذا كان هو أقل من 5 أو يساوي 5 زود عليه، معناته إن في كل مرة I بيكون 1 2 3 4 5 وقف. واضح الفور هذه؟ بعدين راح نسوي دو، الحين بس بسوي دو سريع بوريك وش قاعد يصير أوكي. إيكو I done، زي ما نشايف 1 2 3 وقفنا على 5 تمام. شوف الحين معي لما أسوي نستد فور، نستد فور نسوي فور داخل فور، راح اخليه كل مره يسوي فور زياده. راح اجي هنا واسوي فور ثاني، ممكن اسوي كذا عشان يكون الامر اسهل علينا. نكتب برضو نفس الحكايه فور مثلا بدالها مره اي اي، ممكن نكتب فور فار يساوي 1 فار اصغر من او يساوي 5 اوكي. فار زود عليه 1، راح نجي هنا وش نسوي؟ راح نكتب دو. لا عندي حاجه زين، لا مزبوط راح نسوي هنا دو، بعدين نكتب ايكو. ايش ايكو ايش؟ راح نكتب ايكو للاي اوكي، وبعدين راح نسوي دان. ماشي لاحظوا شو اللي صار، هذا اسمه نستد فور، قاعد كل مره يدخل يسوي فور داخل فور فور داخل فور، معناته انه قاعد تسوي انت كل تكرار تسوي فيه 5 تكرارات داخليه. ماشي، انا ممكن اجرب اسوي حاجه ظريفه، اعتقد ممكن اسوي كذا اوكي. زي ما شايف كذا احسن عشان تطلع وان لاين، بحيث انه المتاول بحيث انك تشوفه كله طالع بخط واحد، هذا المقصود عندنا. طيب الحين طبعا خلونا سريعا نشوف ايش اللي صار هنا. اللي صار هنا بكل باختصار سوينا نستد فور، النستد فور عباره عن فور داخل فور اوكي، يعني تكرار داخل تكرار. ان شاء الله كله تمام كله تمام. طيب الى هنا انتهى درسنا، ان شاء الله اشوفكم في درس قادم. مراجعه سريعه، تعلمنا اليوم الفور رينجز، طبعا كتبنا هنا كلهن عشان ما نساهن. تعلمنا كيف نسوي فور مع الاري مع المصفوفه، كيف نسوي لسته او كيف نقدر ننفذ اوامر ورا بعض، ايضا تعلمنا كيف نسوي الليست او كيف نستخدم المخرجات من الملف كل مره، يعني مو ملف من الكوماند على سبيل المثال الاس قبل شوي، وايضا تعلمنا كيف نسوي الرينجز، وتعلمنا ايضا العمليه الحسابيه البسيطه اللي كنا قبل شوي كيف تقدر تخاطب مع المستخدم تمام. وبرضه في النهايه سوينا النستد فور اوكي، اللي فور داخل فور. نشوفكم ان شاء الله في درسنا القادم، الدرس هذا طويل بس حبيت اقفل على الفور. السلام عليكم ورحمه الله.